بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. نحييكم يا رواد المفاهيم، قائدكم طرح أشرف قضية، أصحاب اعتدال وسطية، أصحاب يا أعلم الناس بك أرفع الراس، من فكرك نهيل سلامي وعقيدة، فكرك مفاهيم ورقة التعاليم، كل ساعة تطرح برامج جديدة، من أشرف أنساب أجدادك أطياب، نهج اعتدالك يا أعلم نريده، فكرك معاصر يحيي الضمائر، علمنا رابك مبادئ مفيدة، علمنا رابك مبادئ مفيدة، حد الموت نعشق هالمضامين، احنا نصار هاي الأعلمية، أصحاب اعتدال وسطية، أصحاب نحييكم يا رواد المفاهيم، قائدكم طرح أشرف قضية، أصحاب اعتدال وسطية، أصحاب يا أعلم الناس بك أرفع الراس، من فكرك نهيل سلامي وعقيدة، فكرك مفاهيم ورقة تعاليم، كل ساعة تطرح برامج جديدة، من أشرف أنساب أجدادك أطياب، نهج اعتدالك يا أعلم نريده، فكرك معاصر يحيي الضمائر، علمنا رابك مبادئ، علمنا رابك مبادئ مفيدة، حد الموت نعشق المضامين، احنا نصار هاي الأعلمية، أصحاب اعتدال وسطية، أصحاب نحييكم يا رواد المفاهيم، قائدكم طرح أشرف قضية، أصحاب أصحاب اعتداله صاحب براهين، وبعصرك حسين أعلم زمانك، شهد لك دليلك يا قرة العين، يا ناصر الدين صدق أبد ما لقينا بديلك، بحوثك آثار تعشقها الأخيار، كل العقول المنيرة تجيلك، فقهي وتفاسير بالفلسفة نحير، روحي بالفلسفة نحير، روحي وأهلي الوليني افتديلك، أصولك سيف حد من حرج جهال، أصولك صار أصل الأرجحية، أصحاب اعتدال وسطية، أصحاب نحييكم يا رواد المفاهيم، قائدكم طرح أشرف قضية، أصحاب صاحب براهين، وبعصرك حسين أعلم زمانك، شهد لك دليلك يا قرة العين، يا ناصر الدين صدق أبد ما لقينا بديلك، بحوثك أثار تعشقها الأخيار، بحوثك أثار تعشق كل العقول المنيرة تجينك، فقهي وتفاسير بالفلسفة نحير، روحي وأهلي الوليني ابتديلك، أصولك سيف حزما حر الجهال، أصولك صار أصل الأرجحية، أصحاب اعتدال وسطية، أصحاب
نحييكم يا رواد المفاق، قائدكم طرح أشرف خط، أصحاب اعتدال وسطية، أصحاب اعتدال نهجي اعتدالك ماكو مثالك، ردي الظلم والقتل على الهوية، للوحدة داعي وللأمة راعي، وتحملت كل مراري وأذية، ناصير للإسلام متحزم حزام، للباري ناصير ومنهج نبية، وبرابك دروس تربي النفوس، معنى العبادة الصحيحة النقية، معنى العبادة الصحيحة. طرح الراب رب أرقى شبان، أهل تقوى سلام وسطية، أصحاب اعتدال وسطية، أصحاب اعتدال وسطية. نحييكم يا رواد، قائدكم طرح أشرف قضية، أصحاب اعتدال صوت فيكم أصحاب ما ترضى تكفير الموفق سيد عباس السبتي، ما ترضى تكفير بالمعرفة تسير، تنشير أخوة وسلامي ومودة، كل ما رحمة تشير أصلاح وتنوير، نهجي النبي والصحابة تسنده، تكشف للأخطاء رافض للأهواء، ربك تحبه وتقدسه وتعبده، داعي للإصلاح متحمل جراح، فكري الضلالة بعلومك تفنده، فكري الضلالة بعلومك تفنده، وقفاتك محت منهج التكفير، على تجسيم ضرباتك قوية، أصحاب اعتدال وسطية، أصحاب وسطية. نحييكم يا قائدكم طرح أصحاب اعتدال وسطية، أصحاب اعتدال وسطية. ما ترضى تكفير ما ترضى تكفير بالمعرفة تسير، تنشير أخوة وسلامي ومودة، كل ما رحمة تشير أصلاح وتنوير، نهجي النبي والصحابة تسنده، تكشف للأخطاء رافض للأهواء، وربك تحبه وتقدسه وتعبده، داعي للإصلاح متحمل جراح، فكري الضلالة بعلومك تفنده، فكري الضلالة بعلومك تفنده، وقفاتك محت منهج التكفير، على تجسيم ضرباتك قوية، أصحاب اعتدال وسطية، أصحاب اعتدال وسطية. نحييكم يا رواد المفاهيم.